الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات نحمده سبحانه وتعالى على أفعال أحكمها وعلى نعمة أتمها وعلى شريعة أكملها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال الكبير المتعال لا ند له ولا مثيل له في الذات والصفات والأفعال وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الأكارم ها هو عيد الأضحى المبارك يحل ضيفًا عزيزًا علينا وهو يوم فرح وسرور وتواصل وعبادة وتعاون وتكافل فهنيئا لنا جميعا بهذا العيد السعيد هنيئا لنا بالاجتماع جميعا في هذا الصعيد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين القلوب ويؤلف بينها على الخير والإيمان كما جمع بين الأجساد والأبدان ثم أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات في هذا اليوم العظيم نتذكر قصة العبودية المثلى التي خلدها الله في آيات تتلى قصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل وابنه البار سيدنا إسماعيل فسيدنا إبراهيم طالما دعا الله أن يهب له الولد فاستجاب له الله وفي ذاك الولد ابتلاه لقد رأى رؤيا فيها ذبح الابن طاعة لله فأخذه بعيدا عن الأم المسكينة كي لا تراه فلما بلغ معه السعي سأله الابن إسماعيل يا أبتاه إلى أين السبيل؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فاختار إسماعيل الذبح في الحين لينال أجر الله ورضا الوالدين قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين لقد استجابا معا لرب العالمين وأوثق الأب ابنه من اليدين والرجلين وبدأ النبي الأمين يشحذ السكين وجاءت لحظة الحسم فلما أسلم وتله للجبين تدخل الغفور الرحيم فنادى نبيه إبراهيم وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ابتلاء ما أعظمه إن هذا لهو البلاء المبين لكن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اجتازاه بتوفيق الله بالكمال والتمام فكان الفداء من السماء دلالة على عظم الجزاء وفديناه بذبح عظيم ليعلو ذكر آل إبراهيم ويحصل الأب على شهادة تقدير من رب العالمين إنه من عبادنا المؤمنين ولذلك صارت ملته ملة الاصطفاء لا يزيغ عنها إلا السفهاء ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله نتعلم من هذه القصة أن قضاء الله لا يقابل بغير التسليم وأن من علامة الإيمان الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بالقضاء فمن أراد أن يرفع الله عنه البلاء كما رفعه عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل فليرضى بما قضاه الله عليه وليسلم أمره إليه واعلموا وقاكم الله أن البلاء سنة الله الجارية في خلقه فقد قضى الله عز وجل على كل إنسان نصيبه من البلاء قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن فهم حكمة الله تعالى في ابتلائه هان عليه الأمر ورضي بقضائه ومن جزع وسخط من عطائه ازداد بؤسا وحرمانا من نعمه وآلائه معاشر المسلمين والمسلمات الأفاضل هذا اليوم يوم عبادة ونسك ودعاء يوم البذل والعطاء يوم الإنفاق والعطف على الفقراء
هذا يوم تمسح فيه دمعة اليتيم، هذا يوم بر الوالدين، ويوم تفقد المساكين، ويوم إدخال البهجة والسرور على الجيران والأهلين. وتذكروا يا عباد الله وأنتم تمسحون دموع المحتاجين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، إن الأمة الإسلامية اليوم تمر بفتن عظيمة، ومن أعظمها فتنة الغلو في الدين وفتنة تكفير المسلمين دون إحكام للقواعد الشرعية، فتنة ضلت بها أفهام وقادت إلى عواقب وخيمة. ففي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رأى من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. يا أهل الإسلام، إن القضايا الكبرى لا يجوز بحال من الأحوال أن يخوض فيها إلا الأئمة المجتهدون بعيدا عن الهوى والتعصب، فبهذا تسلم الأمة من منهج الإفراط والغلو والتفريط. وقد عدل بعض الشباب عن هذا المسلك المرتضى فركنوا إلى اجتهادات فردية، وأصبحوا يتكلمون في شرع الله بغير علم، وتجرأوا على الفتوى فكفروا إخوانهم وأحلوا دماءهم وزرعوا الحقد والبغضاء بين الناس، وزاغوا عن المحجة النبوية التي بيّنها صلى الله عليه وسلم بقوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. كما تجاوزوا اجتهادات العلماء المحققين في التحذير من تكفير المعين إلا ببرهان شرعي حماية لعرض المسلم ودينه ونفسه وماله. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه. فاحذروا معاشر المسلمين والمسلمات، احذروا من كل اجتهاد يفرق الأمة ويشتت لحمتها، وهي في وقت تدعو الضرورة إلى الأخوة والتعاون وإلى الوحدة والاصطفاف وإلى نبذ الفرقة والاختلاف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. معاشر المسلمين، لا أشد ولا أعظم على الأمة من الانحراف العقدي والديني، فما منشأ الإرهاب وقتل المسلمين والمعاهدين الذي أصبحنا نراه في مختلف بقاع العالم إلا ثمرة من ثمرات الفهم الخاطئ للدين؟ قتل وتخريب وتدمير باسم الإسلام، تفكك وتناحر باسم الإسلام، حروب أهلية ودينية باسم الإسلام، وانتهاك الأعراض باسم الإسلام. ألا إن الإسلام بريء من هؤلاء. الإسلام دين المحبة والسلام والوئام، الإسلام دين التعاون والتآخي والمبرة والإكرام. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم؟ المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. فحصنوا دينكم أيها الأحباب من هذه الآفات، واعمروا أوقاتكم بالأعمال الصالحات، فهي خير الزاد وسبيل النجاة بعد الممات. واجعلوا من هذا العيد فرصة للتآخي والتآزر والتصافي، كفانا من الفرقة والاختلاف والتجافي. كونوا وقافين عند حدود الله واجتنبوا نواهيه، ولا تستعينوا بنعم الله على معاصيه، ولا تستخدموها إلا فيما يرضيه. قيدوا النعم بالشكر، وألزموا الألسنة بالذكر. توبوا إلى الله من جميع الذنوب، واستحضروا لقاء علام الغيوب. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يحيطنا برحمته ومغفرته. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.